نجم عرب ايدول حسام، محمد حسام، عامل ايه اخبارك؟ حبيبي الحمد لله تمام. يا تكريمك النهارده في مهرجان ملكه جمال مصر الدوليه، وكلمنا عن والله يعني بعد الفسح اللي احنا قعدنا نعملها دي كده نقضي بقى شويه فرحه كده، وخلي كل الشغل اللي في المهرجان كله اغاني فرح كلها شعبي بقى على عمرو دياب الكلام ده. يعني بعد عرب ايدول انا الاول كنت في الاوبرا مع هاني شنوده، ودخلت سليم صحاب، وبعد كده محمد عبد الستار. خرجت جات لي فرصه عرب ايدول، دخلت فيها، كان معايا ناس عز الدين ومحمد رشاد وكذا حد. بعد ما نزلت من عرب ايدول جالي شركات انتاج، بس لقيت العقود وفي حاجات مش مناسبه ليا، ففضلت ان انا مكمل زي ما انا بنزل حفلاتي. لما بيجي لي حفله بنزلها، بشوف التعاقدات الكلام ده كله، وزي ما انا ماشي على السوشيال ميديا، والحاجه اللي بعملها انا اللي ببقى بنتجها لنفسي يعني. لحد ما الاقي بقى يعني شركه كويسه تنتج، يعني عقدها كويس وتقدر ان هي تفيدني. والله بعمل في كام حاجه معروضه عليا بسمعها، شوف الكلام واللحن بتاعها، ولعله خير يعني تبقى حاجه دراما كده تنزل جميله. يعني حاجة دراما. غريبة الناس، غريبة الدنيا دي، أعز الناس بيتغير عليا، مفيش إحساس، مفيش ولا ذكرى ليا، خلصنا خلاص، أنا ماشي وجيبها فيا يعني. حبيبي الله يخليك يا رب. تسلم لي يا سلام.